يدلي المصريون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب التي تجري كل 5 سنوات، ويتجاوز عدد المرشحين الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية 5000 مرشح يتنافسون على 508 مقاعد، بينها 64 مقعدا مخصصة للمرأة. ويعين الرئيس المصري 10 أعضاء ليصل بذلك عددهم إلى 518 عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. وتجري الانتخابات في كافة الدوائر رغم أحكام قضائية بوقفها في نحو 25 دائرة، وذلك استجابة لشكاوى مرشحين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وفقا للقانون المصري استبعدتهم لجنة الانتخابات. ويخوض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هذه الانتخابات بأكبر عدد من المرشحين، بينما تشارك بعض أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الوفد والتجمع بأعداد قليلة. أما جماعة الإخوان المسلمين التي حققت مكاسب في الانتخابات الماضية فيخوض مرشحها الانتخابات بصفتهم مستقلين، وتشير التوقعات إلى أن مرشح الحزب الوطني سيفوزون بأغلبية المقاعد، في حين ستكون المنافسة قوية في بعض الدوائر مع المرشحين المستقلين، وسط اتهامات من جانب بعض قوى المعارضة بأن هناك نية لتزوير الانتخابات. وقد رفضت السلطات المصرية أي رقابة دولية على عملية التصويت، بينما سمحت اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات حقوقية مصرية بمراقبتها. وعشية الانتخابات أصدرت محكمة في محافظة الإسكندرية حكما بالحبس 2 على 11 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن وجهت إليهم تهمة رفع شعارات دينية في الحملة الانتخابية. ووفقا للنظام الانتخابي فإنه من المقرر إجراء جولة إعادة في 5 من الشهر المقبل. حازم الخولي، BBC.